ثم أما بعد، فنعود إلى قول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه القاعدة التي تفرق الناس إلى فريقين: فريق الذين أحاطت بهم خطيئاتهم، وفريق الذين أسلموا لله ربهم، فريق الجنة وفريق السعير والعياذ بالله. هذا المعنى هو من أهم الأصول التي بنى الله جل وعلا عليها عقيدة الإسلام، وهو الإيمان باليوم الآخر. والملاحظ لمن يقرأ القرآن ويتدبره أن هذا المعنى يتكرر في القرآن في غير ما موطن، ولا تكاد تخلو صورة منه على الإطلاق، إما بشكل مباشر صريح أو بشكل غير صريح بالإيماء أو بالإشارة أو بالمفهوم. وتكراره ليس إعادة حرفية، كلا، حتى ولو تم إعادة العبارة شكلا فإن المعنى فيه زيادة وفيه تقرير لما غاب في موطن آخر من هذه الصورة أو تلك، أو هذه الآية أو تلك. وخاتمة الأمر أو قل زبدة الكلام أن كلام الله جل وعلا عن اليوم الآخر كلام مفصل شديد التفصيل في كتاب الله جل وعلا. فعمل الإنسان في الدنيا كسب للخير أو كسب للشر، ومآل الإنسان إذن مبني على هذا الكسب، ما كسبت من فعلك في الدنيا خيرا أو شرا. وتركيز القرآن العظيم على عقيدة اليوم الآخر راجع أساسا إلى أن الإنسان يغفل عن هذه الحقيقة، وأن ابن آدم في حاجة إلى تعميق، وفي حاجة إلى ربط يومي، إلى ربط يومي بالله وباليوم الآخر. ولذلك تجد في الأحاديث كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن عقيدة الإيمان على ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. ولكن التركيز الأكثر الذي دأب القرآن العظيم على ترداده والسنة النبوية كذلك الإيمان بالله واليوم الآخر. والذي صعب على الإنسان في طريقه إلى الله تعرفا وتعريفا منذ القديم، الذي صعب عليه ليس أن يؤمن برب خالق للكون، هذا سهل على عقله، ولكن الذي صعب عليه أن يؤمن بالبعث وبالحياة الآخرة. ولذلك جاء كافر قريش إلى رسول الله يمتحنه، فأنزل الله فيه قرآنا، وذلك قوله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإنسان إذن يصعب عليه أن يستحضر حياة بعد الموت، ولذلك كثر عند الإنسان في الفلسفات والحضارات والأفكار والأشعار كثر الحديث عن الموت وقل الحديث عن الآخرة، وفرق كبير بين الموت وبين الآخرة. فليست الموت إلا بابا للآخرة، والآخرة حياة، الآخرة حياة. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان صيغة امتلاء تدل على الحياة العامرة العريضة غير المنقطعة المتصلة. ولذلك في المؤمن في حاجة إلى هذا المعنى يتزود منه كل يوم، هذا ورد، كما أن الإنسان يتخذ له أورادا من كتاب الله يتلوها صباح مساء، ومن أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر ربه بها بالغداة والعشي، فقد تحتم عليه إن أراد أن يستقيم على الصراط المستقيم، تحتم عليه أن يكون له ورد من الإيمان بالآخرة. وكيف يكون له ورد من الإيمان بالآخرة؟ والإيمان بالآخرة ليس كلاما يتلى فقط، بقدر ما هو عقيدة تعتقد، وبقدر ما هو إحساس وشعور يرافق المؤمن ويعيشه في قلبه ووجدانه، إنما يكون له ذلك بالتفكر، والتفكر ورد من الأولاد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا ورد،
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحينما يغفل الإنسان عن هذا المعنى أي ورد التفكر في خلق السماوات والأرض يضعف إحساسه بالآخرة، معنى ذلك أنه يضعف إيمانه بالآخرة، وكما أن الإيمان بالله يزيد وينقص كذلك الإيمان بالآخرة يزيد وينقص. والمقصود بزيادة الإيمان ونقصانه ليس بالمعنى الاعتقادي التصوري، يعني ماشي الأمور اللي بندم كيفهمها، الشيء الذي يفهم لا يزيد ولا ينقص، لكن هو بمعنى إحساس الإنسان وشعوره باليوم الآخر، يعني إلى أي حد أنت تشعر بأن الله يرقبك ويراقبك، هذا يزيد وينقص، وهو المقصود بأن الإيمان يزيد وينقص. أما أنك تأمن بالله بأنه رب الكون المدبر لشأنه، هذا المعنى بحد ذاته بهذا الشكل التصوري لا يزيد ولا ينقص، ولا يعقل ذلك أن يكون، إما الإنسان كيأمن بالله أو كافر في خطرة، لكن إحساسك بأن الله يرقبك هذا يزيد وينقص. كيمكن بعض الأحيان كتأمن بالله، أنت مسلم مؤمن بالله، لكن شعورك في ذيك اللحظة بأن الله يراك كيكون ضعيف، وهذا إيمان الوجدان إيمان القلب، وهو الذي يزيد وينقص. كذلك أنت كتأمن بالحياة بعد الموت، ولا يمكنك أن تكون ولا يمكن أن تكون مسلما إلا به، ما يمكنش لشي واحد يكون مسلم وهو لا يؤمن بالبعث، مستحيل. فإيمان يعني أن الإنسان يعتقد ويتصور أنه كاين حياة بعد الموت، هذا المعنى لا يزيد ولا ينقص، ولكن شعور ديالك وانت تمارس الحياة ديالك بأنك ستبعث أنت وستحاسب على هذا الفعل بالذات الذي تقوم به الآن، هذا شعور بهذا المعنى كيضعف وكيقوى، وهذا هو الإيمان الذي يزيد وينقص. التفكر ورد، حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض شيء طبيعي أن ينطلق التفكر من البدء إلى النهاية، كيبدأ الإنسان يتأمل كيفاش بدأت هذه السماوات وكيفاش بدأت الأرض، كيف بدأ الخلق، كيف خلق، وبمجرد ما يجيك البالك أنه بدأ غادي يجي البالك أنه غادي يكمل غادي ينتهي، لأنه لا شيء بدأ إلا وانتهى، لا شيء بدأ إلا وانتهى، أي حاجة عندها البداية ديالها معناه أنه عندها النهاية ديالها، فآية النهاية البدء، دليل على نهاية الأشياء لما تكتشف بأنها بدأت، يعني لم تكن قبل ثم كانت بأمر يكون فيكون. ولذلك قال الحق في شأن الإنسان: هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أنه بدأ، أي أن الله بدأ كون ولم يكن. وفصل ذلك تفصيلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه الآيات التي تدل على البدء، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ أي أنه يخلق الشيء على غير مثال سابق ما عمره ما كان وكونه، فتلك بداية، وكل شيء بدأ مآله إلى النهاية. تفكر في خلق السماوات والأرض يقودك إلى بدء الخلق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيفية بدء الخلق، ولذلك تجد في كتب الصحاح من السنة كتاب بدء الخلق. فإذا كان الخلق إذن قد بدأ، قادنا الفكر والتدبر والتأمل إلى خواتيمه ونهاياته. ولذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى هذا البناء الكوني الذي نعيشه الآن في هذه الدنيا أن مآله إلى النهاية، وأنه جل وعلا سيعيده كما بدأ: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. قدر مكتوب مقدور مقدر، لأن هذا الكون بني بناء منتهيا، رب العالمين حينما بنى هذا الكون سمواته وأراضيه بنى على واحد النظام فان، راهو غادي كيتحرك الكون في حركة، والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العزيز العليم، كل شيء في الكون يجري وكل في فلك يسبح، كل الكون حركة جارية سارية إلى مولاها الذي خلقها، أي إلى ساعتها ونهايتها. حينما بدأ الحق الكون بدأه متحركا فأطلقه في حركة تنتهي إلى فناء،
وجعل من تلك الحركة الأزمنة، الحركة ديال الكون كون منها رب العالمين سبحانه الزمان، ومن الزمان كون سبحانه وتعالى أعمار الكائنات من الإنسان والحيوان والجان والملائكة، سائر الكائنات لها أعمار، كل من عليها فان، كل الكائنات لها أعمار. الله وحده جل وعلا فوق الزمان وفوق المكان، هو خلق الزمان والمكان، هو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط جل وعلا. فإذا كان الكون كله محكوما بحركته بزمانه، فكل من فيه محكوم أيضا بهذا الزمان وبهذه الحركة. ولذلك مآل الكون لا نهاية، لكن رب العالمين وعد ووعده الحق أنه سيعيد بناء الكون من بعد أن يهدمه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، في الرواية الأخرى للكتب. يجمع الرب جل وعلا بناء الكون، يهدمه ويدمره ويفنيه، ثم يعيد بناءه، لكن بناء مختلفا عن هذا البناء. البناء اللي عاود يبنيه رب الكون رب العالمين، البناء اللي عاود يبنيه في الآخرة مشي هو هذا اللي مبني دابا، لأن هذا البناء مبني على واحد الحركة عندها البداية وعندها النهاية، باش كتكون الأعمار الفانية التي هي أعمارنا نحن معشر الخليقة من الإنس والجن والحيوان والنبات وسائر الكائنات. الكون الأخروي مبني على شاكلة ثابتة ماشي متغيرة ككوننا هذا، ثابتة. وإذا كانت ثابتة فالزمن فيه واحد، ولذلك صح في الأحاديث أن زمان الجنة ضحى لا يتغير. الجنة سبحان الله الزمان ديالها ضحى، ما فيها ليل ما فيها قيلة، ما فيها حر ما فيها شتاء، ما فيها برد ما فيها صهد، ضحى مستمر وشباب خالد، السكان ديالها شباب. يعني كثير الأحاديث، حديث مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز التي قال لا لا يدخل الجنة عجوز، وبدأت تتأسف فبين لها عليه الصلاة والسلام أن ما يقصد وكان يمزح بذلك مزاح حق لا باطل، أن الإنسان حينما يدخل الجنة برحمة الله يدخلها شابا ويبقى على شبابه، لا يمسه الهرم، ما كي يشرفش الإنسان في الجنة إطلاقا، بمعنى أن مؤثرات الزمن منعدمة. ولذلك الكون ديال الآخرة كون آخر مشي هو هذا، أما هذا فمآله إلى فناء. هذه المعاني التي تتدبر وتستحضر يجب على المؤمن أن يتزود منها كل يوم. عندنا واحد المشكل وهو أنه يعني كنخليه أمور الإيمان على أنها أشياء يعني فهمناها واخديناها صافي كتلوحها، إذن راك مؤمن ما تحتاج تعود تفكر في الإيمان. بلى، أي بل يجب عليك أن تعيد التفكير وتجدد النظر في إيمانك من أجل زيادة إحساسك به وتعميق وعيك به، وهذا كل اسمه ورد الإيمان باليوم الآخر. وردون يجب أن يتجدد لدى الإنسان المؤمن ككل الأذكار التي تذكر بها الله جل وعلا لتجدد إيمانك بالله تفريدا وتوحيدا. كذلك وجب على المؤمن أن يكون له ورده الذي يجدد له إيمانه بالآخرة، وكتولي الدنيا في نظرك على حجمها الذي خلقها الله عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على حصير بال، كان متكئ على واحد الحصيرة ديال الزعف ديال النخل، وهو سعف خشين لمن يعرفه، والحصير بال أي قديم، والحصيرة ديال الزعف بحال ديال الدوم تقريبا، من اللي كتقدم كتزيد تحرش وتزيد تشوك. فكان أن رقد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير، ثم استيقظ من بعد رقدة وقد أسار الحصير على صفحة عنقه ووجهه عليه الصلاة والسلام. يعني ذاك الحصيرة خلت له شراطي في وجهه في العنق ديالو أطرت. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وقد تأثر لحاله، يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء عليه الصلاة والسلام، يعني لو أنه يقترح عليه ندير لك واحد فريش ندير فوق الحصيرة عتكا. فانتفض النبي عليه الصلاة والسلام انتفاضة وقال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كان عليه الصلاة والسلام يعمق الإيمان باليوم الآخر في نفوس الصحابة وقلوبهم، وترك ذلك عظة للتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين.
هذا المعنى إذن هو الذي يجعل الإنسان يعمر الآخرة ويعمرها. إنسان عنده 24 ساعة كيعيش بين اليوم والليلة، وعنده مشروع، عنده برنامج لديك اليوم ولديك الليلة. نفكر في كل شيء من عمران الدنيا، بس نمشي نقضي هذا الغراض، ندير هذا الخدمان، ندير هذا المصلحة، نمشي لهنا، نجيب هذه، نشري هذه، نبيع هذه. يعني عندك برنامج حافل من العمل والأشغال والهموم، وقلما نفكر لعمران الآخرة. ماذا تقدم للآخرة لبنائها وعمرانها وعمارتها؟ هذا السؤال هذا قليلا قليلا ما نفكر فيه، وقليلا ما نضعه من برنامج يومنا وليلتنا. عمران الدنيا خارب، والعاقل من لا يأسى على دنيا فاتت، وإنما الكيس الفطن من يأسى على آخرة فاتت. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تعبير القرآن عجيب، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو ديك السعفنة وراه في الموت، ولكن سمى ما بعد الموت الحياة، لأنه عاد كيدرك بأن الدنيا لم تكن حياة، ويتأسف كيقول مع الأسف عمرت الموت ديالي اللي هي الدنيا، صارت موتا بدلالة التقابل، لأنه سمى الآخرة حياة ونسبها له. يعني حياتي ديالي الحقيقية هي الآخرة، أما الدنيا لم تكن حياة لي، رغم أنه تمتع وأكل وشرب وتزوج وفعل ما فعل من الملذات والشهوات، مع ذلك كيكتشف فيما بعد أنه لم يكن حيا، وأنما حي عندما مات. يا ليتني قدمت لحياتي. الموت سماها حياة، أي ما بعد الموت، وأن الدنيا لم تكن حياة قط حينما ظهر له حجم الحياة الآخرة. والإنسان كل الإنسان يتذكر، سواء الإنسان الذي كان من أهل الجنة أو كان من أهل الجحيم والعياذ بالله، لأن أهل الجنة كما ورد في الخبر هم أيضا يندامون، لكن ندهم على شاكلة أخرى، انداموا على ما فرط من الوقت لم يزده في العمل الصالح. لأن أي واحد يدخل الجنة يدخل واحد الرتبة ودرجة كما في الحديث الصحيح، وإن أهل المنازل يعني في الجنة، وإن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. يعني كيكون الإنسان في مرتبة أو في درجة من الجنة، وكتب له الدرجة اللي من بعد منه بحال ديك النجمة اللي كتبرق بحال الفضة بعيدة كذبة. اسألوا ماذا يقال لك؟ تلك جنة أو قصر عمر أو أبي بكرين أو فلان من الصالحين أو من الصحابة أو من الصديقين أو من الشهداء أو من الصالحين الأبرار. بينك وبين مرتبة آخر في الجنة كما نعبر اليوم في الفيزياء المعاصرة مئات السنين ضوئية، فيقع لذلك الإنسان في الجنة نوع من الندم أنه فرط في أوقات من عمره كان ممكن يدير فيها خير أكثر مما صنع. هو الآن من أهل الجنة، ولا شك أنه كان من أهل الخير والصلاح في الدنيا، لكنه مع ذلك غفل في أوقات أضعها في لا شيء، كان يمكن أن يعمر بها آخرته، كان ممكن يبني يزيد في البني. ما الذي شغله؟ شيء من التفاهات، شيء من اللهو وشيء من اللغو. فالإنسان المؤمن إذن حينما تصبح له عقيدة الإيمان باليوم الآخر ليس تصورا فقط ولكن شعور، هذا هو السر في المسألة. كتوليش الإيمان بالآخرة يعني راغي في دماغك، كيولي قلبك يضرب بها، ينبض بها القلب إحساس شعور تستيقظ عليه في الصباح وتنعس عليه بالليل، فتجعل كل عملك على ميزانه رغبا ورهبا. بغيت تبيع حاضر في الدهن ديالك اليوم الآخر، ترد البال الحساب، ما تغش ما تدي. بغيت تشري أيضا حاضر في الدهن ديالك يوم الآخر. بغيت أي عمل تأديه من عملك، من تجارتك، من وظيفتك، من الإنفاق على أهلك، من علاقاتك مع الناس أجمعين، كل مبني على هذا المعنى. لأنه أنت الإيمان باليوم الآخر ما عندك شيء فقط غير معناك تعرفه، بل زيادة على أنك تعرفه كتحس به وتشعر به وتعيش به، ولذلك يكون كسبك كل كسبك مبنيا عليه متأثرا به. ولهذا المعنى ولهذا السر وجدنا القرآن العظيم يركز الحديث على اليوم الآخر. كما قلت بداية الكلام ما كيناش تقريبا شي صورة اللي ما فيهاش تصريح وتفصيل طويل
حول القيامة وأحوالها ومآلاتها وفريقيها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب السيئة والخطيئة عمل مسؤول عنه الإنسان، لأنك أنت تكسبه، فإذا كسبته أحاطت بك، لأن هذه العبارة ديال وأحاطت به خطيئاته، الإحاطة تعبير عسكري، يعني الجيش يحيط بالعدو يطوقه، تعبير عسكري. وأحيط بثمره، يعني أن الله أرسل جيشه من العواصف والرعود والبروق فهاجم جنة صاحب الجنة وحرق كل ثمارها، هجوم عسكري وإحاطة تطويق. فالذنوب تحيط بالإنسان من بعد ما تهاجمه، لأنك أنت حينما تكسبها مجرد ما تدير عليه يدك تنقلب عدوا، وهي عدو من البداية، ولكن تما كتبدا تخدم ماذا تصنع؟ تحرق حسناتك وتأكل حسناتك تماما، كما تتصارع الجراثيم مع الكويرات البيضاء في الدم، توقع صراع. والإنسان حينما يكسب السيئة ولا يلحقها بالحسنة تشتعل النار في حسناته. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته المشهورة: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، في حديث الترمذي الصحيح الحسن. تعبير النبي عليه الصلاة والسلام دقيق وعجيب، الإتباع، مجرد ما تغلط وتدير سيئة اجري إلى حسنة، أسرع حالة استنفار واستعجال واستعجلات الحسنات، خذ من الحسنات، خذ من أعمال الخير شيئا تطفئ به النار التي أشعلتها في عشك وصحيفة حسناتك، لأن الخطيئة خطيرة جدا تتناسل، خطير الخطيئة، بمجرد ما تديرها تركب فيك شهوة الإثم، غير تدير الذنب من السرقة أو الخيانة أو الغش أو أي شيء، هذاك الذنب وهذيك الخطيئة هي تركب فيك شهوة ذنب آخر مماثل، وكتضعف من الحصانة ديالك والمناعة ديالك ضد الخطيئة. الذنب خطير، مدمر، مدمر لمناعة التعبد ولمناعة الفرار من الذنب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة. أتبع يعني مباشرة، غير دير الخطأ مباشرة دير الحسنة مراها، ما تعطلش، ما يكونش وقت ولا فترة بين السيئة والحسنة، مباشرة، لأن السيئة نار ما عندكش وقت باش بدأ تسنى. ملي تبغي دير الحسنة وطوال عليك الوقت كتجيك الحسنة ثقيلة، لأنك تكون ديك السيئة خدمت فيك، حفرت وتناسلت بحال الميكروب. ولذلك عليك أن تبادر إلى حسنة مستعجلة خاصة بهذيك السيئة، عندك الخدمة ديالك العامة العادية ديال الحسنات، هذيك راه قبطة طريقة، ولكن سيئة معينة دخلت عليك في حين غفلة منك عن ذكر الله فأتبعها حسنة مستعجلة تطفئ نارها وتقتل سمها. وأتبع السيئة الحسنة، فعل تأخذ جوج المفعولين في ضربة واحدة للدلالة على التلازم وعدم الفرق في الزمن، وأعطانا جواب الأمر تمحوها، يعني راك مجرد ما تدير الإتباع إلا مشيتي نغلط وبسرعة مشيت درت الحسنة، راه هذيك الحسنة كتقوم بواحد العمل سريع وهو إطفاء نار السيئة. ولذلك عبر بجواب الأمر كما هو معروف في النحو، وجواب الأمر يعني اللزوم، حل الشرط، أتبع تمحو، مجرد ما تدير الحسنة مرسية، غير مجرد ما تدير الحسنة السيئة تبدأ تطفى والنار ديالها كتحرق، تمحوها. ودل على هذا المعنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المشهور: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه أو نكتت فيه، نكتت فيه نكتة سوداء، إلى آخر الحديث. محل الشاهد هنا الخطيئة حينما يقترفها القلب، لأن القلب قلب النفس هو الذي يتخذ قرار الخطأ وهو الذي يتخذ قرار الصواب، فالخطيئة مباشرة تسري إلى قلب العبد وتنكت فيه نكتة سوداء، كدير فيه واحد النقطة، واحد العلامة سوداء من الإثم، هذه النقطة السوداء من الإثم تستدعي أخت لها، هي كتعيط على خطيئة أخرى تجي. ولذلك قلت الخطيئة تركب في قلب العبد شهوة الإثم،
يولي الإنسان يستحلي الذنب. ولذلك سبحان الله العظيم الإنسان اللي يدير شي غلط كيقول غير هادي ونتوب غير هادي ونتوب، ثم يبقى واحدة مرة واحدة تتناسل الخطايا بقلبه، فتعرض على قلبه قال عرض الحصير. وتشبيه عجيب سبق بيانه وتفسيره، نعيده لمناسبة المقام. الحصيرة كيفاش كتركب؟ كتركب بالوظيفة بالنسيج، كنسجو العواد ديال الحصيرة والزعف أو الدم ديالها. ولذلك قال عرض الحصير، أي أن الخطايا كتجي القلب وكتركب في القلب كما كتركب الحصيرة، كما كيركب مول الحصيرة الحصيرة، هاو معواد أرقاق. فإذا بهم واحد النسيج متين، قبط الحصيرة قطعها ما تقدرش، لكن تشد واحد العويد ديال الدم بسرعة تقطعه. فتنسوج الخطايا بعضها على بعض وبعضها ببعض، كيولي الخطايا كتركب بحال الوظيفة. داك الإنسان اللي كيوظف باش يدير القفاف ولا يدير الميدونة أو يصوب الحصيرة، فالخطايا تتركب في نسيج وتحيط القلب كتغلفه، هل مغلف بحصيرة ديال الذنوب. ولذلك قال بعد في الحديث حتى يصبح أي القلب مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كتولي فيه واحد القشرة من الوسخ، وهو قوله مجخيا كالكوز. الكوز هو ذاك الإبريق دير فيها تاي ولا القهوة وما تغسلوش، وطيب فيه القهوة من بعده ما تغسلوش وما تغسلوش، كتكون في طبقة سوداء قشرة كتغطي على المعدن دياله. فكذلك القلب يصير بالخطايا مزفت، فالشيء إذا تزفت يفقد الإحساس، بقاش يحس. شد الرجل ديالك وغطيها بواحد طبقة ديال القرص وضرب عليه بمطرقة ما تحس بوالو، أو نغزو بالموس ما تحس بوالو، لكن بعد إزالة قشرة الجبسي طبعا يقيسك غتحس وتشعر بالألم. فكذلك القلب حينما تكلسه أو يتكلس بالخطايا، هذاك الزفت ديال الخطايا كيغلفوه، كيبقاش يعرف الحق من الباطل، لا يتألم لباطل يقترفوه ولا يأسى على حق يفرط فيه. فلهذا كان كسب الخطيئة مدمرا الإيمان باليوم الآخر، بهذا المعنى اللي تكلموا عليه اليوم، يعني الإحساس نبض القلب بالآخرة عاصم عجيب من مثل هذا. لقاح يعطي واحد المناعة قوية جدا للإنسان تجاه الخطايا، ما تستطع الخطيئة تسرب له إلا بشق النفس، ما تستطع توصل له، لأنه محصن عنده تحصين لما وقر في قلبه من أنما العيش عيش الآخرة، وأنما الحياة الحياة الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ويدرك أن وظيفة الدنيا كل الدنيا إنما هو لعمران الآخرة، وأن ما يبنيه في الدنيا إنما هو نوع من اللطف رحمة من الله جل وعلا، من أجل أن يجد نوعا من الراحة في السير إلى الله، وأن لا يجد في ذلك مشقة ولا كلفة. وإلا في الأصل أن لا يجني العبد من أمور الدنيا شيئا، هذا الأصل، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا الدين لأن الدين رحمة، فعجل لنا في دنيانا شهوات مشجعة من أجل أن نسلك السبيل إليه لا إليها. سيدنا عمر واحد المرة اصفر وجهه بالجوع في أيام الرمادة، درس واحد السنوات ديال القحط على الدولة الإسلامية في زمان سيدنا عمر، وصفر وجهه بقلة المكلة، ما يأكل لحم ما يأكل سمن ما يأكل أي حاجة اللي تغذي الجسم دياله. فأشفق عليه عمرو بن العاص الصحابي المعروف الجليل رضي الله عنهم وأجمعين، فبدأ يعظه في أن يأكل، كيدير له الموعظة باش يبدأ يأكل ويتهلا في الجسم دياله. قال له أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزة فتنقع في الماء فتنتفى ثم تطبخ؟ قال له واش يسحب لك أنا، يعني راه جاني صعيب أن نعطي أمر ويشدوا هذاك العنزي الصغير ويطبخوه في الماء، يعني وعطاه واحد الوصفة، وصفة ديال الطبخ، كيتطبخ في الماء من بعد ما كي طبعا كيتذبح ويتحيد له هذاك الشيء اللي في كرشو، ولكن كيخليوه بجلده ما كيسلخوش ويطبخوه في الماء حتى يطبخ وينتفوا له الشعر ديالو، وكيبقى اللحم في وسط الجلد طيب واحد شكل عجيب جدا، ويدار له التوابل ديالو ويؤكل، وصفة عجيبة. فقال له عمرو بن العاص أراك بطيب الطعام خبيرة، يعني انت راك تعرف الطعام الممتاز والطياب المتميز كيمزح معه،
فاستدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعد ما قال ما قالته، ثم قال: ولكننا نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. هذا الشيء بناش خايف، خايف أن يقال له أنت تمتعت مع راسك في الدنيا، كليتهم شوي وكليتهم حمر وكليتهم بخر، ما بقى لكش. كان يخشى من هذا، وهو يعلم رضي الله عنه وأرضاه أن من حقه أن يأكل، لكنه كان يعلم أيضا أن المسلمين في مجاعة شديدة، مش غير ولا في الجوع، أمة المسلمين كلها كان عندها قحط، فكان يريد أن يعيش كما يعيش فقراء المسلمين. هذا الإحساس لدى عمر إنما كان نابعا من التربية النبوية التي عمقت في الصحابة الشعور الدائم بالآخرة. هذا شعور بالآخرة، مش غير إيمان بالآخرة بالمعنى التصوري لكلمة إيمان، شعور دائم، إحساس. الرجل تعيش معه الآخرة، تأكل معه وتشرب، خلته ضعيف، ما قادرش يسمن الجسم دياله، ولم يجد راحة إلا حينما يجد أنه بنى شيئا للآخرة وعمر عمرانها. هذا المعنى حينما يستقر في قلب العبد، حينما يستقر في قلب العبد يرتاح، وهذا من أهم الأشياء التي تبعث الطمأنينة في قلب العبد. ما كيبقاش يتأسف على دنيا فاتته، وما يبداش يتألم على فاقة أصابته، بل يجد راحة تامة في أنه لا يملك من الدنيا إلا قوته. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان طعام آل محمد قوتا. القوت مستعمل بالدارجة بالمعنى الفصيح دياله، القوت هو ذاك المكلة اللي كتاكل كتقلع لك الجوع، ما كتشبعش، لا تشبع ولكن كتحيد الجوع باش ما تخلي لكش عقلك يفكر في بطنك، ما تخليش المعدة ديالك تشغل لك عقلك، كيكون البال ديالك مشغول بعملك أو بعبادتك، فكترمي المعدة شي حاجة تلهى بها حتى لا تفقد الحياة وتقيم الأودة وتبقى قادرا على استمرار العيش. هذا كيتسمى القوت. كان طعام آل محمد قوتا. ورحم الله الإمام الزهري، دخل يوما إلى بيته فقال كلمة: إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفا وشربت ماء فعلى الدنيا العفا، وبقيت مثلا مشهورا عند المحدثين. يعني عنده واحد السكينة عجيبة، يقول لك إذا دخلت الدار ولقيت رغيفة، رغيف يعني هو يعني طرف ديال الخبز كيف ما كان، ماشي بالمعنى اللي نستعمله احنا في المعنى العرفي، هذاك وغيره يعني طرف ديال الخبز، وشربات الماء فعل الدنيا العفاء، زعما الله يسامح في الدنيا كلها، لأنه إنما يريد من الدنيا ما يعمر قلبه بالإيمان لا ما يملأ بطنه حتى التخمة، فيعطي لمعدته ما تشتغل به، ثم يشتغل هو بالحق ويشتغل هو بعد ذلك بالله جل وعلا في دنياه وفي عمران آخرته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان سبق القول أنه لا يقع من العبد إلا موقع الغيب، ولذلك قال الحق في أوائل البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، لأنه اعتقاد الشيء الذي لا تراه يسمى غيبا. ليس صحيحا من الناحية اللغوية في لغة العرب أنك تقول كان آمن يعني بهذا الكرسي، أو أؤمن بهذه الشجرة، أو أؤمن بهذه الحجرة، أو أؤمن بهذا الإنسان، لا، وإنما الإيمان كيتعلق بشي حاجة اللي ما كتشوفهاش وما كتسمعهاش، أما ما تدركه الحواس فليس بإيمان. الإيمان لا يكون إلا بما لا تدركه الحواس، ولذلك يقال الإيمان بالله لأنه غيب سبحانه وتعالى. والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من حيث هو شخص كان في التاريخ، هذا راح اليهود والنصارى كيأمنوا به بهذا المعنى، يعني احنا ما كنأمنوش بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على أنه رجل داز في التاريخ، يعني بمعنى أنه شي حاجة اللي كتعرفها تشوفها العين وتسمعها الأذن، إلا ما شفتوا عيننا احنا شفتوا عين ناس خرين، وإحنا سمعنا بأذنينا أخبار وردت عن أنه كان هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله، وكان يقول وكان يقول. إيمان المسلمين بمحمد إنما هو قائم على أنه يتلقى الوحي عن الله، وهذا غيب لا تدركه الحواس، لا تدركه الأبصار، ولا تدركه الأسماع. الصحابة يجلسوا حداه والوحي ينزل عليه، تقعد ما كيسق الخبر،
فإيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام معناه أنك تؤمن بأنه كان يوحى إليه، كينزل عليه الوحي، هذا الإيمان. ماشي على أنه كان سميته محمد بن عبد الله وكان يتيم وكان وكان وكان، هذا ماشي إيمانا. هذا حتى الكفار لا ينكرونه، اليهود لا ينكرون هذا، ولا النصارى لا ينكروا إلا أحمق. ما كاينش شي واحد في العالم يقول لك ما عمره ما داز شي شخص سميته محمد بن عبد الله، ينكر كاع الوجود ديالو ابدا. هذا اجماع بشري على وجود شخصين اسمه محمد بن عبد الله في التاريخ، اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام. يتميز المسلمون باش كيتميزوا المسلمين انهم يؤمنون انه كان يوحى اليه من رب العالمين، انه كان يتلقى القران من لدن حكيم عليم. هذا الايمان برسول الله، وهذا غيب. ولذلك العبد المؤمن إنما هو الذي يعتقد بالحقائق الإيمانية الغيبية. والذين آمنوا، آمنوا فيها معنى اقتضائي، يعني شي حاجة، لأن المعنى اللفظ راه ما كاملش، آمنوا باش خص يكمل، ولكن لأنه عرف من سياق القرآن لم يكمله لأنه معروف، يعني آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبكل شيء من أصول الإيمان المعروف. تؤمن بالله باليوم الآخر بالنبوة بكل أركان الإيمان، وتعمل الصالحات بناء على هذا الإيمان، لأنه كاين اللي كيدير العمل الصالح ولكن ليس مبنيا على إيمان، باطل مع الأسف. بحال هذا يتأسف عنه، يا أسف لمثل هذا وعلى مثله يقال يا حسرة على العباد. تقدر تلقى واحد نصراني كيدير يعني بين قوسين العمل الخير، زيان زيان مع الناس ويدير الخير عجب، ولكن لا هو يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يعني الدافع لذاك الخير ماشي الإيمان بأنه رد البال زعما غادي يموت ويتبعث وراك يضرب الحساب، ما عندوش هذا الشيء، عمل باطل مع الأسف. ولذلك قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح لا يصلح إلا إذا بني على الإيمان بالغيب. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه شاف واحد الرهبان جول عنده، رهبان العباد ديال النصارى، وشاف الوجوه ديالهم كانوا الرهبان حقيقيين في ديك الوقت، ماشي بحال هادو ديال ولاد الزمان غير الكذابه، غير الكذابه، ما كاين ترهيب دابا نهائيا، ما يتزوجوش وهما زونات، كل الشهوات من شهوات الشيطان واقعون فيها، اقوالهم تناقض افعالهم مناقضه صارخه، فضائح الكنائس لا تتوقف. في زمن سيدنا عمر وقبله كانوا الرهبان، جا واحد الرهبان اللي عنده صفر ومدبالين بسبب السهر والصوم، فحينما نظر فيهم تذكر قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأسف سيدنا عمر، تأسف. وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة، دازت في الدنيا عاملة ناصبة، خدموا وخدموا بتعب، النصب التعب، ولكن صلى نارا حامية. من ها هنا إذن كان الإيمان باليوم الآخر على طريق القرآن العظيم هو الصمام الوحيد للأمان. واجب على المؤمن فعلا أن يكون له ورد خاص باليوم الآخر، اقرأ من القرآن ما يذكرك باليوم الآخر، أيضا ما يذكرك بالله أولا نعم، ولكن أيضا باليوم الآخر، لأنك إذا فصلت بينهما ربما أصابك نوع من الاسترخاء، وربما أصابك نوع من الغرور، غرور بالله، أنه الإنسان يتعرف على الله تعالى والله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وله أنوار الأسماء الحسنى كلها حسنى، لكن إذا الإنسان نسى الحساب ونسى العقاب ونسى الجحيم ونسى الجنة، لأن الجنة خدمة لا يدخلها إلا الخائفون بواحد المعنى، أي إلا الخائفون الذين قدموا الخوف بين يدي الله في الدنيا وعملوا على مقتضى الخوف، كما في حديث النبي الصحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف حقا من الله ووقر بقلبه خوف الله أدلج، والإدلاج هو انطلاق أو إعلان السفر بليل، رجل مدلج قبض الطريق بالليل، خرج بالليل مسافر ليلا، هذا مدلج كالساري يسري، والدلجة هي الظلمة الشديدة، يعني خرج مسافر في واحد الليلة ما فيها لا قمر ولا أنوار، ليلة ليلة ظلماء، هذا مدلج. من خاف أدلج، وإنما المدلج
المقصود به من صار إلى الله بليل قائما يصلي أو ذاكرا مستغفرا أو مسبحا أو تاليا للقرآن أو منغمسا منخرطا في عبادة من العبادات بليل، فهو مدلج لله. مدلج أي مسافر إلى الله بليل، ومن سافر بليل وصل عند الصباح، ولذلك في مثل العرب وعند الصبح يحمد الصرا. في الصباح بندم كيحمد الله أنه سافر بالليل لأنه كيوصل الصباح. ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل المقام العالي. ألا إن سلعة الله غالية، إن بعشرة، بعشرة بمعنى مجازي، أنت كتشري الجنة عند الله تعالى، ولكن كتقدم الثمن. هذا الثمن هو النعاس ديالك، راحتك، هو المال ديالك، ما تعزه وتملكه وتحبه تقدمه وتضحي به ثمنا تشتري به رضوان الله والدار الآخرة. حقيقة فعلا المؤمن حينما يقع بقلبه هذا النوع من الإحساس باليوم الآخر يجد له جمالا في قلبه، وسبحان الله كيولي الإنسان كيتمتع بالحسنة في الدنيا قبل الآخرة. شيء عجيب، إحساس غريب جدا سبحان الله العظيم، بحيث أنه يعني فرق بين جوج الناس، واحد إلا قلعت له درهم ما يديش الناس، وكاين اللي سبحان الله من اللي يعطي هذاك الدرهم متصدق به كيلقى واحد الراحة واحد النشاط واحد الحلاوة عجيبة، وهو راك خرجت منه درهم ماشي عطيته درهم، لذاته في الدفع أكبر بكثير من لذاته في القبض. يعني يشعر بواحد الراحة من اللي يعطي أكثر بكثير من الراحة اللي يشعر بها والسعادة من اللي يأخذ ويقبض. هذا المعنى من أين جاءه؟ ذلك نور الحسنة وقع بقلبه، ثم باش كتحس بأن ذيك الحسنة راه حسنة حقيقية ووقعت من الله موقع الرضا. ولذلك سبحان الله العظيم وبالمشاهدة والتجريب الحسنة من اللي يدخل الرياء ما كتحس فيها باللذة سبحان الله العظيم. تعطي شي حاجة ودير شي حاجة وأنت تترقب موقع ذلك من الناس، كدير شي حاجة قدام الناس وتتسنى كيكون رد الفعل ديال الناس. حلاوتها منين كتجي؟ كتجيك من ديك الكلام اللي يقولوا فيك الناس، غير تفرق على الناس ما كتبقى حلاوة، كيولي يجيبك يوجعك سبحان الله العظيم. هذا مشاهد، ولكن ديك الحسنة اللي ديرها وانت في قلبك تريد بها الله وجهه والدار الآخرة، يعني سبحان الله العظيم تلقى الحلاوة ديالها كلما تفردت من تكون بوحدك وما معك حد، كتلقى واحد الراحة واحد طمأنينة واحد السعادة تغمر قلبك. ديك الحسنة ما وقعت من الله موقع الرضا فكان لها نور على قلبك. الله سبحانه وتعالى كيجعل لك الحسنات مكتوبة في الصحيفة ديالك، وأعمال البر وأعمال الخير يكون لها نور على وجه صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. ذلك النور يشعر به العبد حينما يستنير قلبه، ويشعر به من يرى بنور الله. وكثير سبحان الله العظيم من عباد الله الصالحين اللي هم ناس ما هم من المشهورين ولا من المعلومين، وإنما هم من الصادقين، من الصادقين، والصدق منزلة من أعلى المنازل. كتشوفوا سبحان الله العظيم تجد على قلبه نورا وبهاء وجمالا منقطع النظير بسبب ما وقع بقلبه من الصفاء والصفاء، وبسبب ما وقع بقلبه من الإخلاص لله جل وعلا. وتجد أنك تغبطه وأنه قدوة لك، ترجو أن يكون لك نور مثل نوره. هذا النوع ليس صعب المنال، مش يعني شي حاجة غالية وصعبة تصليها أبدا، وإنما صعوبته ومشقته نفسية ترجع إلى قابلية النفس للتجاوب مع الخير، ولا تتيسر النفس للخير وإلى الخير إلا إذا كان لها هذا الورد الذي نتحدث عنه، ورد الآخرة، ورد التفكر، ورد السير إلى الله جل وعلا وإلى منازل الآخرة، اللي يخليك تغذى وجدانيا وروحيا ونفسيا بحياة الآخرة، وتخليك تشعر بأن هذه الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر فعلا بيننا. في هذه الحالات سبحان الله العظيم الإنسان كيبدا يتعجب كيف أن الناس يبنون ما يبنون غير آبهين بالفناء. يعني كتلقى بنادم سبحان الله قد بلغ بين السن عتية ومازال متشبث بالحياة تشبث غريب، ماشي معنت أنه كيبني ويعمر هذا عيب، لا أبدا، ولكن كيبني ويعمر على أمل لا ينقطع
ما كيفكرش أنه غادي يموت ويخليها داكشي إطلاقا، وإنما يفكر على أنه يعيش أبدا، ولا يحضر ولا يخطر بباله أنه يموت غدا. هذه ما عندوش، هذا قلب تبلد حسه، هذاك النوع ديال داك القلب اللي واخا تنغزو ما يحش، مكلس تزفت بالذنوب وبالآثام، ما عندوش ورد ديال الآخرة. القرآن العظيم خير زاد يعطي الإنسان هذا المعنى، ما غاديش تلقاه في شي مضعف بحال القرآن الكريم. لما؟ لأنه يتيح لك قراءتين، جوج القراءات يعطيها لك القرآن، قراءة للآيات اللي راك تقرأ النيت، وقراءة للكون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأن مجرد التفكر تخرج للطبيعة وتبدأ تأمل مزيان، أو أنت ناعس أو أنت فايق في أي حالة من الأحوال، لكنك في جانب واحد من العبادة هو التفكر. أما القرآن فتدبره يفضي التفكر قطعا، لأن القرآن كتاب رب العالمين، كتاب رب الكون، ورب الكون دار في القرآن أخبار الكون من بدايته إلى نهايته، أخبار الكون كلها في القرآن، أخبار الكائنات، أخبار السماوات، أخبار الأراضين، أخبار الخليقة كيف بدأت وكيف آلت وكيف تنتهي، أخبار الغيب وأخبار الشهادة، أخبار المادة وأخبار الروح، كلها في القرآن العظيم. القرآن العظيم يتيح لك كما لا يتيح لك شيء سواه عبادتين عظيمتين: التدبر في الآيات أفلا يتدبرون القرآن، والتفكر في خلق السماوات والأرض. وكل هذا يملأ قلبك إحساسا وشعورا دائما متزايدا باليوم الآخر. ولذلك يولي عند الإنسان سبحان الله العظيم واحد البرمجة عجيبة جدا لا يفهمها ولا يعقلها من كان قلبه ماديا. هذه البرمجة هي أنك تبرمج لأعمال الآخرة. حلا واحد الإنسان كيبني جوج ديور، كيبني دار هنا ضرب للحساب، خصو الياجور، خصو الطوبية، خصو كذا، خصو البني الفلاني، خصو النجار، راه متبع المراحل ديالها. ولكن أيضا عنده دار أخرى هي الدار الآخرة، يبني ويعلم ما هو مطلوب به من أجل استكمال البناء من بدايته إلى نهاياته، وكيولي أيضا هذا برنامج يومي مشغول به، مهتم به، رفض له الهم. حينما يريد شيئا لا يصله أو تخونه نفسه، لا يستطيع أن يفعل حسنة ما، لا يصل، إما لأنه قاصر أو لأنه قصر، إما لأنه ما قادرش داك الشيء اللي أعطى الله فيه، أو أنه هو ما دارش الواجب عليه، فيكون له بذلك آثر على قلبه هو الندم والحسرة والمحاسبة، وهذه عبادة أخرى أيضا. كونك تندم على الخير ما درتوش وتندم على الشر درتو، هذا الندم في حد ذاته عبادة أيضا. ولذلك كان العمل لآخرة غريبا عجيبا، كيتضاعف وحده، إذا بنيت الآخرة هو محسوب من الأجر والحسنة، ترى كيتبنى، وإلا ما بنيتش ولكن ندمت أنك ما بنيتش الآن في الدنيا طبعا، يعني غلط ما ندمت أنك غلط، هذا الندم شعور يحتسبه لك الله جل وعلا بناء في الآخرة. لا يوجد شيء يوازي هذا إطلاقا. دار الدنيا ما فيها شيء، إلا قلت غدا غادي دير الضلاء وأصبحت ناعس ولا معجز ما درتهاش وندمت أنك ما درتش الضلاء، ما كدر شيء الضلاء واخا ندمت. حساب الآخرة مختلف. الندم عبادة، لأنه يورث القلب شعورا ومعرفة بالله ومعرفة باليوم الآخر. ولذلك هذا الندم يورث التوبة، هو اللي يعطي التوبة، لا يتوب غيره إلا من ندم، لأن الندم معناه أن القلب حي يشعر، ما لجرح بميت إيلام، إنسان إلا مات وتبدأ تجرح فيه ما كيحس، ما لجرح بميت إيلام، وحينما تجرح الجسم ويدير رد الفعل معناه أنه حي، هذا إيجابي. ولذلك الذنب جرح يصيب القلب، فإذا جرح القلب وانتفض أي نادم معناه أنه حي وأنه بخير، وهذا الندم هو الذي يجعله يسرع إلى إتباع السيئة الحسنة وإلى التوبة السريعة العاجلة. ولذلك درهم مقياس مهم لي ولك، لما تحس لما تدير الخطيئة أو تخلف عن الواجب، أن بندم كيفهم الندم فقط في الموبقات، لا مش ضروري، ممكن أيضا في التخلف عن الفرائض. ما جيتش واحد الصباح للفجر خصك تندم، ما يعجبكش الحال النهار كامل وما تلقاش راحتك. التخلف عن الواجب خطيئة
ماشي غير حتى تزني وحتى تسرق عاد تندم، لا، ايضا حينما تكون ما اديت الواجب خصك تشعر بالندم. فان لم تشعر فقد اصاب قلبك بعض الموت، بحال داك اللي فيه الشلل النصفي عافانا الله واياكم، كيحس بحاجه وحاجه ما يحس بها. يجب ان يكون احساسك بالندم كاملا شاملا بفقدان الحق او باتيان الباطل، هنا ولا هنا. وسبق القول ان شعور الحي باليوم الاخر يجعل القلب يقظا حيا ذا شعور كامل شامل من جميع جهاته. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.